مباريات الجولة السادسة من الرابطة المحترفة الأولى. مباريات الجمعة 3 ديسمبر 2021، سريغ ليزان يستقبل شباب قسنطينة على الساعة 3 مساء. مولودية الجزائر يستضيف أتلتيك بارادو على الساعة 5 مساء. أولمبي المدية في ضيافة وداد تلمسان على الساعة 3 مساء. مباريات السبت، اتحاد العاصمة يحل ضيفا على هلال شلغميت على الساعة 2:30. مولودية وهران يستقبل أمل أربعة على الساعة 5 مساء. وفاق سطيف في ضيافة نجم مقر على الساعة 2:30. ديربي عاصم يجمع بين شباب الوزداد ونصر حسين تي على ملعب 20 أوت على الساعة 2:30. أما عن مباراة جمعية شلف وشبيبة الثورة وشبيبة القبائل اتحاد بسكرة فهي مؤجلة نظرا لارتباط شبيبة القبائل وشبيبة الثورة بالمنافسات القارية.